طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم إن شاء الله في تكملة ما تبقى من مواضيع المضادات الحيوية. الموضوع بالشكل التالي: أنا عملت لك فيديو مقدمة بسيطة عن موضوع المضادات الحيوية اللي اسمه Antibiotics Part 1 اللي هو الجزء الأول. طيب، عندك الموضوع بالشكل التالي: أنت عندك العدو اللي هو البكتيريا. ممكن إحنا نبسطه بهذا الشكل: خلية. هذه الخلية الحقيقة تحتوي أولا على جدار خارجي اسمه السيل وول، وطبعا لا يوجد في الخلايا البشرية سيل وول، خلي الكلام هذا في بالك. إذا الخلايا البشرية فيها فقط سيل ممبرين وليس سيل وول، يعني البكتيريا فيها سيل وول خارجي ولكن إلى الداخل فيه كمان سيل ممبرين، والسيل ممبرين كما تعرف دائما بيكون عبارة عن طبقتين من الفوسفوليبيدز كما في هذه الصورة. طيب، الخلايا البشرية فيها فقط الأزرق، فيها فقط سيل ممبرين ولا تحتوي على سيل وول. البكتيريا لا، فيها سيل ممبرين إلى الداخل وفيها سيل وول إلى الخارج. طيب، فأنت ممكن الحقيقة في البكتيريا تستهدف السيل وول، فماذا ستسمي هذه الأدوية؟ حتسميها الآن سيل وول إنهيبيترز. حتقول لي مثل من؟ حقول لك مثل البنسلينات والسيفالوسبورينات، خلي الكلام هذا في بالك. طيب، الهدف الثاني ممكن استهدف كمان السيل ممبرين. طيب، لما استهدف السيل ممبرين أنا كذا أثرت على البكتيريا واستطعت القضاء عليها، وطبعا لديك مجموعة من الأدوية بتشتغل على السيل ممبرين زي من؟ زي دواء اسمه البولي ميكسين أو البولي ميكسينز، سواء بي أو سواء البولي ميكسين إي. في عندنا بولي ميكسين بي وفي عندنا كمان بولي ميكسين إي. الهدف الثالث اللي ممكن أضربه إنك تستهدف ما يسمى بالريبوزوم. هتقول لي وما هو الريبوزوم يا دكتور؟ الريبوزوم هذا مصنع البروتين، وهناك العديد من الريبوزومات في هذه البكتيريا. طيب، الريبوزوم عشان نعرفه هتلاقي مكون من جزئين: قطعة كبيرة بنسميها 50S وقطعة صغيرة بنسميها 30S. طبعا هذا يختلف عن الريبوزومات في الخلايا البشرية. في خلايانا البشرية الريبوزوم عبارة عن قطعتين أكبر من هذولا، وبالتالي حنعطيهم الرقم أو الرمز 60S و40S. إذا ما هو الفرق هنا 50S 30S، أما في الخلايا البشرية هم 60 و40S. طيب، الفرق طبعا في الحجم، في الخلايا أكبر البشرية فاحنا بنسميه 60 و40S، هنا أصغر قليلا في البكتيريا فبنسميها 50S و30S. طبعا هذه الأرقام وهذه الوحدة S لها علاقة بحجم هذه القضية، فكلما كانت القضية أصغر كلما أعطينا رقما أصغر. طيب، أنت الآن ممكن أيضا تستهدف الريبوزوم في هذه البكتيريا، فعندك طريقتين: يا تستهدف القطعة الكبيرة الـ 50S، يا تستهدف القطعة الصغيرة اللي هي 30S. استهداف القطعة الكبيرة ممكن نعمله عن طريق أدوية زي من؟ زي الماكرولايتس. هذا ممكن طبعا نعتبره الهدف الثالث، إذا 1 2 3. طيب، استهداف القطعة الصغيرة بأدوية زي من؟ زي الأمينوغلايكوزايتس مثلا. ممكن كمان استهدف ما يسمى بالعقل المدبر للبكتيريا اللي هو الDNA، أضرب الDNA. طيب، هذا اعتبره أنت الهدف الرابع، وممكن أعطيك أدوية تحقق هذا الغرض زي من؟ زي الكينولونز، ويمثلها دواء اسمه سيبروفلوكساسين، يمكن سمعت عنه. طيب، آخر هدف تستهدف ما يسمى بالفوليك أسيد، وحقول لك ليش. الفوليك أسيد هذا بينشط على مرحلتين، فبيتحول في النهاية إلى الشكل الفعال الذي يسمى تترا هيدروفوليك أسيد. إذا هو بيتحول أول إلى داي هيدروفوليك أسيد، يعني الفوليك أسيد ثنائي الهيدروجين، يعني يضاف له ذرتي هيدروجين، بعدين بيتحول إلى الشكل رباعي الهيدروجين وهو الشكل الفعال الذي بنسميه تترا هيدروفوليك أسيد. تترا يعني أربعة وداي يعني اثنين. طيب، الفوليك أسيد إذا تحول لشكل فعال إيش هيسوي؟ هيساعد في تضاعف الDNA وعمل نسخة إضافية منه. والبكتيريا لماذا تقوم بهذا العمل؟ لماذا تحتاج إنه يكون عندها DNA أصلاً وتعمل منه نسخة أخرى؟ عشان تنقسم إلى خليتين وتستمر ويستمر تكاثر البكتيريا. طيب، فأنا هل أسمح الفوليك أسيد إنه يساعد في انقسام البكتيريا، أم أحاول أن أثبط عمل الفوليك أسيد؟ وحاول أثبط عمله بأدوية زي من؟ زي السلفونامايدز. طيب، أنت كده الآن عرفت كيف نستطيع أن نستهدف البكتيريا. اللي حيقول لك كيف باختصار هتقول له والله بخمس طرق: يا نضرب جدار البكتيريا عن طريق أدوية زي البنسلينات والسيفالوسبورينات، يا إما نستهدف غشاء الخلية بأدوية زي البوليميكسين بي والبوليميكسين إي، يا نستهدف الريبوزومات أماكن تصنيع البروتين إما بضرب القطعة الكبيرة أو بضرب القطعة الصغيرة، وإما أن نستهدف الDNA كما تفعل أدوية الكينولونز. أكتبها هنا الكينولونز،
والذي يمثلها دواء مشهور اسمه سيبروفلوكساسين، أو أنه أستهدف الفوليك أسيد بعدة أدوية زي السلفونامايدز بحيث أمنع أنه الفوليك أسيد يتحول إلى الشكل الفعال في النهاية، وأمنع من أنه يساعد في تضاعف الدين أي وبالتالي انقسام البكتيريا إلى خليتين. ماذا سنفعل في المحاضرة اللاحقة؟ سوف نبدأ نعطي المضادات الحيوية بالتصنيف التالي: مثبطات الجدار الخلوي أولا نبدأ فيها نخلصها، مثبطات السيل ميمبرين نكملها، مثبطات البروتينات ندرسها، ثم إلى مثبطات الـ DNA، ثم نأخذ مثبطات الفوليك أسيد. فاليوم سنبدأ إن شاء الله بأول موضوع، مثبطات تصنيع الجدار الخلوي، وسنبدأ بمجموعة شهيرة جدا جدا من الأدوية اسمها البنسلينات، وهي من مركبات بيتا لاكتام الشهيرة. طيب نشوف الآن موضوع البنسلينات. أولا أنت عارف أن البنسلينات هذه تعتبر أولى المضادات الحيوية اكتشافا. إذا اللي حيقول لك ماذا تعرف عن البنسلينات، حتقول له والله هي الفيرست أنتيبيوتكس، يعني أول المضادات الحيوية اكتشافا. تم اكتشافها تقريبا في عام 1928، أما استخدامها الفعل الحقيقة لم يتم إلا في عام 1942، يعني بعد حوالي 14 سنة. العالم المكتشف الشهير الذي قام باكتشاف المضادات الحيوية وقام باكتشاف البنسلينات هو العالم الاسكتلندي الشهير اللي اسمه ألكساندر فليمينغ، وهذه معلومة مهمة جدا وتاريخية، وطبعا حصل على جائزة نوبل في عام 1945. طبعا هتلاقي انه هذه الأدوية استخدمت في مرحلة مهمة، في هذه الفترة كان في حرب عالمية ثانية اللي هي World War II، وطبعا هذه الحرب العالمية طبعا فيها كان قتلى بالملايين. طيب الاكتشاف هذا الحقيقة عمل ضجة كبيرة، لماذا؟ لأنه الحقيقة في هذه المرحلة استطاع ألكساندر فليمينغ أن يحقق انتصارين عظيمين. الانتصار الأول استطاع أنه يعالج الكثير من جرحى الحرب العالمية الثانية، وهذول الجرحى عندما تكون عنده جرح كبير بيحصل له تلوث لهذا الجروح، ولما يحصل له wound contamination احتمال أنه البكتيريا مثلا تدخل إلى الداخل عن طريق هذا الجرح المفتوح وتعمل له مشاكل في الرئتين، مشاكل في الدماغ، meningitis، نيومونيا، سيبسيز، أشياء زي كده، تؤدي في النهاية إلى موت الإنسان بسبب هذا الجرح. طيب لو استطعنا نعطي مضاد حيوي زي البنسلينات لهذول الناس ممكن الآن نعالجهم، لأن احنا سنقضي على البكتيريا التي استطاعت أن تدخل إلى الداخل وأن تؤدي إلى هذه المضاعفات الخطيرة وأن تؤدي إلى موت هذول الناس. فهذا كان الحقيقة إنجاز عظيم، قامت هذه الأدوية بإنقاذ العديد من محاربي الحرب العالمية الثانية. الشيء الثاني هتلاقي أنه هذه الفترة كان فيها مرض منتشر اسمه مرض الجونوريا. إذا هذا بالنسبة للسبب الأول، إنه عملية إنقاذ الوندد سولجرز اللي هو الجنود الجرحى. الشيء الثاني كان في عندنا مرض منتشر اسمه الجونوريا. الجونوريا سنتحدث عنه لاحقا، هو مرض السيلان بالعربي. ومرض الجونوريا الحقيقة كان مرض منتشر لأنه مرض ينتقل عن طريق الجنس أو عن طريق ممارسات الجنسية، فمنسميه sexually transmitted disease. طبعا كان هذا المرض ينتقل من الذكر إلى الأنثى أو بالعكس عن طريق الممارسات الجنسية، وكانت الأمور طبعا مفتوحة في الغرب، فكنت تلاقي أنه مرض ينتشر من رجل إلى مرأة إلى رجل إلى مرأة وهكذا. وطبعا بيعمل التهابات شديدة عند الرجل، التهابات بولية شديدة وحرقات شديدة أثناء التبول، في المرأة قد يكون أخف قليلا، وقد يؤدي أيضا إلى إفرازات سائلة من المهبل تخرج أيضا. فالعموم كان مرض منتشر ومزعج، ولم يكن هناك أدوية فعالة ضد مرض الجونوريا المرض المنتشر. أتت البنسلينات واستطاعت القضاء على الجونوريا وخلال سويعات قليلة. فلذلك الحقيقة العالم ألكساندر فليمينغ اشتهر شهرة كبيرة واستطاع الحصول على جائزة نوبل في عام 1945 تقديرا لجهوده العظيمة، سواء في إنقاذ جرح الحرب العالمية الثانية أو كذلك في علاج مرض كان منتشر في الغرب اللي هو اسمه مرض الجونوريا. وكان طبعا حتى في تماثيل لهذا العالم. الاكتشاف كان الحقيقة عن طريق الصدفة. كان الحقيقة العالم هذا عبارة عن مايكروبيولوجيست، يعني كان مهتم بالأحياء الدقيقة، وكان أيضا فارماكولوجيست أيضا مهتم بعلم الأدوية. طيب كان بأطباق بكتيريا فيها بكتيريا مثلا زي الستافيلوكوكس اللي هي المكورات العنقودية. طيب وكان يربيها في أطباق بكتيرية ويغطيها. أحد الأيام لم يغطيها بشكل جيد، سافر بعدها إلى إحدى الأماكن وغاب عدة أيام ثم رجع. إيش اللي حصل أثناء غيابه؟ حصل تلوث في هذه المنطقة. هتلقى مثلا هذه المنطقة الآن متلوثة وكونتامينيتد بفطر أو عفن، عفن كذا أبيض اللون. طيب اللي لاحظوا الحقيقة شيء غريب، إنه البكتيريا المجاورة في هذه المنطقة مثلا كلها اختفت، يعني لم يجد أي بكتيريا في هذه المنطقة، أصبحت البكتيريا تبعهم فقط محصورة في مناطق بعيدة عن هذا الفطر. طيب هو الحقيقة لم يرمي كان بإمكانه طبعا أن يرمي الطبق وينتهي الموضوع ويعمل طبق جديد، ولا هو فكر
فقال والله ما دام الفطر هنا والبكتيريا هنا وهنا في فراغ من البكتيريا، لا يوجد بكتيريا في هذه المنطقة، استطاع أن يعرف أنه أو يستنتج أنه أكيد هذا الفطر قام بإفراز مواد كيميائية قتلت البكتيريا. وعرف حتى شيء مهم بالنسبة لنا ما يسمى بالحرب ما بين الكائنات الدقيقة، يعني هذول كلهم بيحاولوا سواء الفطر هذا اعتبره فطر عفن وهذول بكتيريا، يعني استنتج انه اثناء غيابه حصلت معركة شرسة ما بين الفطر وما بين البكتيريا، واستطاع الفطر طبعا الانتصار. طبعا ليش بيتحاربوا؟ حتى يستأثروا بالمواد الغذائية الموجودة على طبق الآجار، فالفطر افرز مواد كيميائية استطاعت القضاء على هذه البكتيريا، فقال والله ما دام كذا ليش ما اخذش هذه المواد الكيميائية افصلها في حقن مثلا او في حبوب واعطيها للمرضى للقضاء على البكتيريا الممرضة التي تهاجم الإنسان. وكانت هذه فكرة المضادة الحيوية، واستطعنا بعدها أن نحصل على مضادة حيوية غيرت وجه العالم. طيب هو كمايكروبيولوجيست شاف من هو هذا الفطر وتعرف عليه وحدد بأنه الفطر هذا هو عبارة عن فطر البنسيليوم، وما دام الفطر هذا اسمه فطر البنسيليوم ماذا تتوقع حيسمي الأدوية المستخرجة منه؟ سماها بالبنسلين. وعاوز أقول لك أن البنسلين هذه الحقيقة لها ميزتين مهمتين جدا. إفكتيف، ما معنى إفكتيف؟ أدوية الحقيقة فعالة. كيف يعني فعالة؟ يعني لو استخدمتها ضد البكتيريا التي تقضي عليها فهي تقتلها بشكل فعال وتبيدها بشكل فعال، وهي قاتلة بكتيريوسايدال. أنت عارف أن المضادات الحيوية أحيانا بنسميها بكتيريوستاتيك، موقفة لانقسام البكتيريا، لا تقتلها وإنما تمنع الانقسام فأسميها بكتيريوستاتيك. وفي عندنا أدوية بنسميها بكتيريوسايدال قاتلة، هذه من المضادات الحيوية الحقيقة القاتلة والتي تميت البكتيريا سريعا، فهي الحقيقة إفكتيف طبعا إذا أعطيتها ضد البكتيريا التي تعمل عليها. طيب الشيء الثاني، هذه الأدوية كمان مشهورة بأنها أدوية تعتبر relatively safe، يعني آمنة إلى حد كبير. هتقول لي كيف يعني؟ هقول لك والله البنسلينات معروفة لدينا بأنها مثلا تعطى للحوامل، تعطى للمرضعات، تعطى للأطفال الصغار حتى لو كان طفل صغير حديث الولادة يعني newborn baby، كمان تلاقيها نعطيها الكثير من المرضى بدون خوف أو قلق حتى لو كان كبير في العمر، يعني الأدوية الآمنة وذات الآثار الجانبية القليلة. طيب إذا حتقول لي ما هي مزايا البنسلينات الطبيعية؟ طبعا نتكلم عن البنسلينات الطبيعية التي اكتشفها العالم ألكسندر فليمينغ في عام 1928 وحصل بموجبها على جائزة نوبل. هقول لك الفعالية، لكن ضد البكتيريا التي تقضي عليها، وليس ضد أي بكتيريا، ضد البكتيريا التي تقضي عليها فتاكة، ولكنها طبعا وهذا سأقوله فيما بعد، هذه الأدوية لها بعض المشاكل لأنها ضيقة الطيف، لكن لو اشتغلت على بكتيريا معينة فهي تبيدها تماما. الشيء الثاني، هتلاقي هذه الأدوية الحقيقة آمنة جدا جدا سيف، بتكون آثارها الجانبية قليلة جدا جدا جدا. طيب هتقول لي طيب عرفنا المزايا، طيب عرفنا على المشاكل، ما هي مشاكل هذه الأدوية؟ هقول لك والله ممكن تعتبر أنه هذه الأدوية لها أربع مشاكل أساسية. المشكلة الأولى أنها شورت، طلعت أدويته قصيرة، يعني لو حطها في الإنسان هتلاقي تشتغل لفترة قصيرة تتراوح ما بين 4 إلى 6 ساعات فقط، وهذه فترة قصيرة. نحن نحب الدواء اللي يشتغل على الأقل 8 ساعات، 8 ساعات 12 ساعة بتكون فترة مناسبة، أما تعطيني دواء يشتغل 4 ساعات أو حتى 6 ساعات بتكون فترة قصيرة. طيب الشيء الثاني، هتلاقي هذه الأدوية الحقيقة نارو سبيكترم، وما معنى نارو سبيكترم؟ ضيقة الطيف، وما دام ضيقة الطيف هتلاقي هذه الأدوية تعالج فقط بعض أنواع البكتيريا وهي البكتيريا موجبة الجرام دون أن تقضي على بقية البكتيريا سالبة الجرام وهي كثيرة، ولا بتقضي أيضا بفعالية على بعض البكتيريا الأتيبيكال اللي هي نسميها اللانمطية كما سنتعرف عليها بعد قليل أو في المحاضرات القادمة. طيب إذا هي تقضي فقط على البكتيريا اللي هي موجبة الجرام فقط، طيب هذه أيضا مشكلة. المشكلة الثالثة، هتلاقي إنه البنسلينات وخاصة البنسلين جي، الدواء الأقوى اللي اكتشفه العالم فليمينغ اللي هو البنسلين جي أو البنسلين جي، للأسف حساس لحمض الهيدروكلوريك، بمعنى أنه لو أعطيته عن طريق الفم كحبوب أو كشراب سيصل للمعدة، يتعرض لحمض الهيدروكلوريك يحصل له هيدروليسيز يتفكك بالماء وبالتالي حيتكسر. إذا لا أستطيع أن أعطيه عن طريق الفم لأنه الحقيقة سنسيتيف تو اتش سي ال، حساس لحمض الهيدروكلوريك. المشكلة الرابعة اللي ممكن تضيفها، مع الوقت أصبحت هذه الأدوية حساسة sensitive to penicillinase. انت طبعا قد تتساءل وهذا من حقك، تقول لي وما هو البنسلينيز؟ الحقيقة البنسلينيز او حتى البيتا لاكتاميز
هذه مجموعة إنزيمات. من اللي بيفرزها؟ البكتيريا. يعني انقلبت الآية. بمعنى إيش؟ المفروض إنه الدواء البنسلين يقضي على البكتيريا. طيب البكتيريا أصبحت الآن تطور طريقة لتكسير المضاد الحيوي قبل أن يقضي عليها. اعتبرها أنت قذائف مضادة. بتشوف العدو اللي هو المضاد الحيوي قادم، بتفرز إنزيم، هذا الإنزيم بيروح يكسر المضاد الحيوي، فبالتالي هي تقضي عليه قبل أن يقضي عليها، تتغذى به قبل أن يتعشى بها. طيب خلي هذا الكلام في بالك. ماذا ستسمي الإنزيم اللي بتفرزه البكتيريا؟ بنسلينيز. أيز بمعنى إنزيم، وبنسلين بمعنى أنه بيكسر البنسلين، أو بيتلكتاميز أحيانا بنسمي هذه الإنزيمات، لأنه هو الإنزيم اللي بيكسر حلقة بيتا لاكتام في البنسلينات، لأنه كما سترى بعد قليل الحلقة الأساسية الموجودة في تركيب البنسلين هي حلقة رباعية بنسميها حلقة بيتا لاكتام، فالدواء اللي حيكسر هذه الحلقة حنسميه كمان بيتا لاكتاميز. طيب بعد أن عرفنا هذا الكلام وعرفنا المشاكل الرئيسية للبنسلينات تبع عمنا ألكساندر وعرفنا المزايا، ندخل أكثر في الحديث عن هذه البنسلينات الطبيعية. هو من هي البنسلينات الطبيعية؟ اللي هي الناتشرال بنسلينز. الأدوية اللي اكتشفها العالم ألكساندر فليمينغ، في عندك دواء اسمه البنسلين جي، وعندك دواء بنسميه البنسلين في. هذولا هما البنسلينات الطبيعية اللي اكتشفها العالم ألكساندر فليمينغ. طبعا البنسلين جي احنا بنسميه كمان بنزيل بنسلين، يعني اكتبه بهذا الطريقة بنزيل بنسلين. والبنسلين في الحقيقة كمان له اسم علمي آخر بنسميه كمان فينوكسي ميثيل بنسلين. طيب عرفنا البنسلينات الطبيعية اللي اكتشفها العالم ألكساندر فليمينغ، فقط دوائين، واحد اسمه بنسلين جي وواحد اسمه البنسلين في. طيب عشان بس تعرف الفرق بينهم، البنسلين جي له ميزة والبنسلين في له ميزة. طيب ما هي المزايا؟ البنسلين جي يتميز بأنه الحقيقة هو الأقوى stronger، يعني بالنسبة لفعاليته ضد البكتيريا حتلاقي أقوى من البنسلين في. طيب إذن هذا أضعف weaker. طيب وأيضا البنسلين في له ميزة أخرى، حتلاقيه أنه لا يتكسر بحموضة المعدة وليس حساس لحمض الهيدروكلوريك في المعدة، فممكن أعطيه عن طريق الفم أورال. طبعا هذا اسمه التجاري أوسبين كما ربما تعرف، والحقيقة حتلقى منهم حبوب وبالتالي ممكن تعطى أيضا عن طريق الفم. طيب الشيء الآخر، حتلقى أنه هذه الأدوية سواء البنسلين جي أو البنسلين في، كما قلت لك قبل قليل من مشاكلها إنها قصيرة، بتشتغل 4 إلى 6 ساعات فقط. إذن هذه حقنة مثلا وريديا طبعا تعطى كل 4 إلى 6 ساعات حقنة، هذا حبوب عن طريق الفم لكن كمان كل 4 إلى 6 ساعات. هل تتوقع العلماء حيسكتوا ولا حيحاولوا يطيلوا فترة هذه الأدوية؟ الحقيقة قاموا بمحاولة إطالة هذه الأدوية، فماذا فعلوا؟ أخذوا البنسلين جي وحطوه وأضافوا له مواد أخرى، إما البروكائين وإما البنزاتين لإطالة مفعول هذه الأدوية، والحقيقة نجحوا نجاحا كبيرا. إيش اللي حصل؟ اللي حصل إنه استطاعوا بإضافة البروكائين أن يحصلوا على دواء بنسميه بروكين بنسلين جي، وحصلوا على دواء بنسميه بنزاثين بنسلين جي. طيب هذا الدواء اللي هو البروكائين بنسلين جي، ايش اللي حصل فيه؟ اضافوا مادة البروكائين الى البنسلين جي المذاب في سائل او المذاب في الماء. طيب فترسب البنسلين جي بالسسبنشن، معلق، يعني اصبح البنسلين جي الان يعني معلق بهذا الشكل. يعني احنا اضفنا البروكائين او البنزاثين. اضافة البروكائين او البنزاثين ممكن تقلل من ذوبان البنسلين جي اللي هي المادة الفعالة، فترسبت او تحول المحلول الى معلق سسبنشن. طيب هذا السسبنشن سواء في البروكائين بنسلين او في البنزاثين بنسلين جي لا يمكن استخدامه وريديا لانه بيحتوي على حبيبات صلبة، فلازم هنا نحقنها عضل او عن طريق الحقن العضلي انتراماسكولار. اذا هذا وريدي، اما هذولاك حيعطوا عن طريق العضل انتراماسكولار. الفرق في مده العمل، بروكاين بنسلين بيشتغل حوالي 12 الى 24 ساعه، والبنزاتين بنسلين بيشتغل حوالي 3 اسابيع 3 ويكس. اذا هو الاطول والحقيقه من اطول مضادات الحيويه عملا لدينا. حقنه عضليه ممكن تشتغل حوالي 3 اسابيع الى 4 اسابيع، وربما سمعت عن حقنه البنزاتين بنسلين وسنتحدث عنها لاحقا. طيب إذا حيقول لك من هي البنسلينات الطبيعية؟ حتقول له والله عندنا 4 أدوية،
البنسلين جي والبنسلين في اللي اكتشفهم العالم ألكسندر فليمنج، البروكين بنسلين جي والبنزاتين بنسلين جي هم عبارة عن بنسلين جي ولكنها معدلة إما بإضافة البروكين أو بإضافة البنزاتين، وفي كلا الحالتين تحول المحلول إلى معلق، وما دام معلق لن نستطيع أن نحقنه في الوريد وإنما سنحقنه عن طريق العضل، لكن مدة العمل تختلف، هذا من 12 إلى 24 ساعة، والبنزاتين بنسلين جي سيشتغل حوالي 3 أسابيع. طيب الآن لازم نعرف كيف تعمل هذه الأدوية اللي هو الميكانيزم of action of penicillins. جميع البنسلينات بتشتغل بنفس الطريقة، إيش هتعمل؟ إذا شفت جدار البكتيريا، طبعا هذه بكتيريا وزي ما قلت لك البكتيريا تحتوي على جدار، وبعد الجدار في طبقة نسميها cell membrane، هذه نعملها بالأزرق، وأنا قلت لك إنه الأدوية تبعنا اللي هي البنسلينات تشتغل على الطبقة السوداء اللي هي جدار البكتيريا. طيب خلنا أكبر لك جدار البكتيريا عشان نفهم القصة. هذا جدار البكتيريا هتلاقيه يتكون من سكاكر. السكاكر هذا هتلاقيها نوعين، مثلا هتلاقي فلنبسطها، هتلاقي في سكاكر زرقاء وفي سكاكر بيضاء. طبعا السكاكر هي مركبة تحتوي على العديد من مجموعات الهيدروكسيل الـ OH. هتلقى هذا سكر، طبعا هذا السكر لو شفنا اسمه هتلاقي اسمه N أسيتيل ميوراميك أسيد أو اختصارا نام. إيش هو إيش معنى نام؟ N يعني N أو A يعني أسيتيل والM تعني ميوراميك أسيد، فاسمه N أسيتيل ميوراميك أسيد. وكمان هتلقى سكر ثاني أو طوبة ثانية هنسميها N أسيتيل جلوكوز أمين، يعني إحنا بنرمز لها بالرمز ناج. إذا هتلقى الجدار مكون من سكاكر طوب، كل طوبة إما أن تكون ناج إن أسيتيل جلوكوز أمين أو هتلقاها نام اللي هي إن أسيتيل ميوراميك أسيد. إذا هتلقى الجدار إذا مكون من طوبات من السكر، الطوبة هذه مثلا نسميها إن أسيتيل ميوراميك أسيد، الطوبة الثانية إن أسيتيل جلوكوز أمين، هذه إن أسيتيل ميوراميك أسيد، هذه إن أسيتيل جلوكوز أمين، هذه إن أسيتيل ميوراميك أسيد، هذه إن أسيتيل جلوكوز أمين، وهكذا. طيب هتلقى طبعا انها سكاكر، والدليل على انها سكاكر انها تحتوي على مركب زي الجلوكوز، هذا عشان بس تتذكر انه هذا عباره عن سكاكر. طيب هل هذه السلسله السكريه وهذه السلسله السكريه هل هي كل واحده لوحدها ولا في بينهم بعض الجسور او الروابط؟ هتلقى في روابط. طيب العلماء شافوا ايش الرابطه هذه، ايش الرابطه هذه؟ شافوها روابط بيبتيديه، يعني هذا عبارة عن أحماض أمينية وهذا عبارة عن أحماض أمينية، كأنه هذه أو هذا المركب اللي هو الإن أسيتيل ميوراميك أسيد في السلسلة هذه مرتبط مع الإن أسيتيل ميوراميك أسيد في السلسلة المجاورة بروابط بيبتيدية. طيب كيف عرفنا أنها بيبتيدية؟ لأنها تركيبة الكيميائي أحماض أمينية أمينو أسيدز. طبعا هتلقى هنا نفس الشيء جسور ما بين السلسلة هذه والسلسلة هذه لتقوية الجدار. ما دام الجدار بهذا الشكل ماذا سنسميه؟ هنسميه بيبتيدو. ليش بيبتيدو؟ بيحتوي على بيبتايد. وما دام في سكاكر هنسميه جلايكان. انت عارف طبعا انه كلمة جلاي باللاتيني تعني سكر، فبنسمي الجدار بيبتيدو جلايكان سيل وول. لو واحد قال لك جدار البكتيريا ما هو تركيبه؟ هتقول له فيه سكاكر وفيه كمان جسور بيبتيدية، وبالتالي نسمي هذا الجدار بيبتيدو جلايكان سيل وول. طيب حتى أكمل القصة، اللي يساعد في وضع هذه السلاسل البيبتيدية تقوية بالتالي جدار البكتيريا إنزيم مشهور اسمه ترانس بيبتيديز. وطبعا كان يسمى في الماضي بنسلين بايندينج بروتين، كان يسمى في الماضي بنسلين بايندينج بروتين. طيب ما دام هذا الإنزيم مهم في عمل هذه الجسور البيبتيدية في تقوية جدار البكتيريا، ونستطيع أن نستهدفه بإعطاء البنسلينات، كملنا آلية العمل. إذا حيقول لك آلية عمل البنسلينات ببساطة حتقول والله البنسلينات تستهدف إنزيم بكتيري اسمه ترانس بيبتيديز، وبالتالي تمنع تصنيع الجسور البيبتيدية اللي هي البيبتايد كروس لينك أو البيبتايد بريدجز، وبالتالي ينقص ويضعف
تكوين الجدار الخلوي للبكتيريا، وبالتالي حتلاقي الجدار أصبح ضعيفا. وما دام الجدار ضعيف حتحصل ظاهرة مهمة، حتلاقي الماء اللي كان موجود خارج البكتيريا يستطيع الآن أن يدخل بسهولة إلى داخل البكتيريا عبر الشقوق البسيطة. وإذا دخل الماء إلى داخل البكتيريا حيعمل لها عملية سويلينج، انتفاخ، وهذا السويلينج والانتفاخ قد يؤدي إلى ربشر، تمزق في الخلية البكتيرية، وبالتالي موت الخلية البكتيرية. طيب إذا اللي حيقول لك الآلية باختصار، حتقول له والله الأدوية أو البنسلينات تستهدف وترتبط مع الترانسبيبتيديز تبع البكتيريا الموجود في الجدار الخلوي، وبالتالي حتمنع تصنيع الجسور البيبتيدية فتضعف تصنيع الجدار الخلوي، وبالتالي يقل تكون غشاء الجدار الخلوي فيدخل الماء بفعل ظاهرة الضغط الأسموزي من الوسط الخارجي الأقل تركيزا إلى الوسط داخل البكتيريا الأعلى تركيزا بالمواد المذابة، وعند دخول الماء تنتفخ وتنتفخ البكتيريا يحصل لها سويلينج، ومن ثم تتمزق يحصل لها ربشر، وهو المطلوب. طيب للعلم أيضا أثناء هذه العملية كمان وجدنا أن البنسلينات كمان بتستهدف وبتنشط إنزيمات حالة للبكتيريا احنا بنسميها الاوتولايسنس. اذا كمان هذا جزء ايضا اكتشفه العلماء، انه البنسلينات ايضا تستطيع ان تنشط ما يسمى بالاوتولايسنس، الحالات الذاتية. ولما يتم تنشيط الحالات الذاتية لهذه البكتيريا هتلاقيها بدأت تذوب من الداخل وتنحل من الداخل وبالتالي تموت. وطبعا السيفالوسبورينات ايضا تعمل بنفس الطريقة تماما. طيب يبقى لدينا نقطة مهمة كيميائية، الكيميكال ستراكشر. هتلاقي انه هذه الأدوية تتميز بأنها تحتوي على حلقة رباعية مميزة فيها N وفيها C double bond O، مجموعة كربونيل، وهنا هتلقى مجموعة خماسية فيها أيضا كبريت. طيب هذا موجود في جميع أدوية البنسلينات، هنسمي هذه الحلقة الرباعية حلقة بيتا لاكتام. طيب انت الان بدات تعرف لماذا تسمع دائما عن حلقه بيتا لاكتام ومركبات بيتا لاكتام، لانه بيتا لاكتام موجوده في تركيب البنسلينات والسيفالوسبورينات، وهي ايضا المسؤوله عن فعاليه هذه الادويه، يعني هي التي ترتبط مع انزيم الترانسبيبتيديز، وبالتالي هي الاساس في عمل البنسلينات وفي القضاء على البكتيريا. طيب اذا اللي حيقول لك لماذا نسمع كثيرا عن مركبات بيتا لاكتام، حلقه بيتا لاكتام، لماذا الكل مشغول بحلقه بيتا لاكتام، حتقول له والله لانه هي الاساس في عمل البنسلينات والسيفالوسبورينات، وكذلك لانه البكتيريا حتى لو عاوزه تستهدف البنسلين وتقضي عليه بالقذائف المضاده كما قلنا لاسمها بنسلينيز او بيتا لاكتاميز، بتحاول تستهدف هذه الحلقه وتحطم هذه الحلقه، لو استهدفت هذه الحلقه يفقد الدواء مفعوله، وهذا ما تفعله بعض البكتيريا، وتطور بالتالي طرق لمقاومه هذه المضادات الحيويه. نبدا نشوف الادويه تبعنا ما هو طيفها وعلى من تشتغل من البكتيريا حتى نفهم استخداماتها الدوائيه. طيب هنشوف الان السبكترا وطيف هذه البنسلينات الطبيعيه، يعني عاوز اقول لك من هي البكتيريا التي تستطيع البنسلينات الطبيعيه القضاء عليها عشان نعرف استخداماتها. تلاقي الادويه هذه بتشتغل بشكل اساسي على البكتيريا موجبه الجرام، هذه المعلومه لا تنسى ابدا. اللي حيقول لك البنسلينات الطبيعيه اللي اكتشفها عمنا الكسندر فليمنج على من تشتغل، هتقول له على البكتيريا موجبه الجرام اللي هي الجرام بوزيتيف بكتيريا. طيب على الجرام نيجاتيف الحقيقة شغلها لا يوجد إلا على نوع واحد فقط من البكتيريا اسمه النيسيريا، فقط على النيسيريا صح ممكن، أما على بقية أنواع البكتيريا سالبة الجرام وما أكثرها لا تعمل البنسلينات. طيب الشيء الثالث، ممكن كمان في بكتيريا احنا بنسميها اتيبيكال، هتكلم عليها إن شاء الله في محاضرة قادمة، هذه البكتيريا اللانمطية اللي بنسميها الاتيبيكال أو بنسميها البكتيريا الغير تقليدية بيمثلها مجموعة من البكتيريا وهي قليلة أيضا، هو الحقيقة لا يشتغل فيها إلا على نوع واحد فقط بنسميه اللي هو تريبونيما، والتريبونيما الحقيقة يستطيع أن يسبب مرض الإيش؟ السيفلس. اسم البكتيريا اسمها تريبونيما باليدام، وبتسبب مرض اسمه مرض الزهري او السيفيلس. طيب بالنسبه للبكتيريا الموجبه هتلاقي الحقيقه تقضي على العصويات الباسيلاي، وتقضي كمان على المكورات اللي بنسميها كوكاي او كوكساي. طيب الكوكاي زي من؟ زي بكتيريا بنسميها ستريبتوكوكاي، وبتشتغل على المكورات العنقوديه اللي اسمها ستافيلوكوكاي. طيب كيف يعني؟ عندك الحقيقة مكورات ممرضة أحيانا بتكون متجمعة بشكل مسبحة أو بشكل عقد اللؤلؤ،
فانت ايش حتسميها؟ حتسميها المكورات السبحية لانها تشبه المسبحة، او المكورات العقدية لانها تشبه عقد اللؤلؤ، او بالانجليزي حنسميها ستريبتوكوكاي. كمان بنستهدف بالبنسلينات الطبيعية ما يسمى بالمكورات العنقودية اللي هي متجمعة بشكل مختلف. اذا الخلايا البكتيرية اللي هي من هذا النوع هتلاقيها عاملة شيء يشبه عنقود العنب، وبالتالي احنا حنسميها ستافيلوكوكاي، مكورات العنقودية. طيب اذا هذه البكتيريا نستطيع القضاء عليها بالبنسلينات الطبيعيه. انت هتقول لي طيب لازم اعرف، انا كصيدلاني كطبيب لازم اعرف ما الفرق بين الستريبتوكوكاي والستافيلوكوكاي. الفرق بالشكل التالي: الستريبتوكوكاي بكتيريا طبيعيه موجوده في الجسم، يعني بنسميها كومنسال، متعايشه وموجوده عاده في الحلق وفي الجهاز التنفسي بشكل اساسي، يعني هذه اصلا موجوده بشكل اساسي في الريسبيراتوري تراكت وربما في اماكن اخرى. الستافيلوكوكاي هتلاقيها موجودة على الجلد والأغشية المخاطية بشكل أساسي على السكن. طيب ولكنها مشكلة أنها أحيانا بتقلب علينا، يعني إذا تغيرت الظروف أو إذا حصل برد شديد أو إذا حصل لك جرح في الجلد أو قلت المناعة، هذه البكتيريا ممكن تهاجمك، فأسميها بكتيريا انتهازية opportunistic بكتيريا. يعني الستريبتوكوكاي مثلا إيش ممكن تعمل؟ ما دام موجودة في الجهاز التنفسي وبدأت تقلب عليك وتهاجمك، هتعمل لك إيش؟ هتعمل لك respiratory tract infection اللي هو RTI، respiratory tract infection. طيب الستافيلوكوكاي ما دام موجوده على الجلد ايش حتعمل لك في الجلد؟ حتعمل لك ايضا skin او mucous membrane infection بانواع مختلفه، يعني ممكن تهاجم الجلد فقط فاسميه skin infection، ممكن تهاجم الجلد وخاصه اذا في جرح او حرق او عندك ضعف في المناعه كمرض السكري، ممكن تهاجم حتى الغشاء الدهني اللي هو تحت الجلد اللي هو subcutaneous adipose tissue فتعمل لك حاجه بنسميها cellulitis، ممكن كمان تهاجم الجلد والغشاء الدهني تحت الجلد وكذلك العضلات في الاسفل فتلاقي المنطقه كلها مسوده وحمراء، وخاصه في مرضى السكري تلاقي مناعتهم قليله، فبنسمي هذه الحاله soft tissue infection. اذا يا حتعمل skin infection يا حتعمل لك cellulitis يا ممكن كمان تعمل لك ما يسمى بالsoft tissue infection، او احيانا احنا بنسميه fasciitis. طيب اللي هو يسمى necrotizing fasciitis. طيب وغالبا البكتيريا التي تهاجم الجهاز التنفسي سواء التهاب الحلق، التهاب الجيوب الأنفية، سواء sinusitis، سواء pharyngitis، سواء tonsillitis التهاب اللوز، سواء حتى نيومونيا التهاب رئوي، غالبا هي الستريبتوكوكاي بأنواعها المختلفة. طيب طبعا في انواع الستريبتوكوكاي هذا ليس موضوعنا، ستريبتوكوكاس بايوجينز وستريبتوكوكاس نيومونيا هذا ليس موضوعنا. طيب ولازم تعرف الآن أنه كلاهما أيضا ممكن يصل إلى الدم ويدور مع الدورة الدموية ويذهب إلى أماكن أخرى فيعمل لك أمراض في أماكن أخرى بعيدا عن مكان تواجده. يعني مثلا لو وصلت إلى الدم وذهبت إلى القلب إيش ممكن تعمل لك في القلب؟ ممكن تهاجم القلب وتعمل لك إندوكاردايتس، حنسميه في هذه الحالة، حنسمي المرض في هذه الحالة التهاب شغاف القلب البكتيري Infective Endocarditis، Infective إندوكاردايتس. ممكن كمان يصلوا إلى الدماغ ويعملوا لك ما يسمى بالمينينجايتس إذا ممكن التهاب السحايا المعروف. طيب ممكن كمان يصلوا إلى العظام ويعملوا لك التهاب نخاع العظام اللي أسميه بون مارو إنفكشن، أو أحيانا بنسميه أوستيوميلايتس، الكلمة العلمية التهاب نخاع العظام هنسميها أوستيوميلايتس، وغالبا في هذه الحالة هتكون الستافيلوكوكاي هي الأكثر إحداثا لالتهاب نخاع العظام والتهاب نقي العظام. الشيء الثاني ممكن كمان تصل إلى منطقة رابعة رئتين، وفي الرئتين هتعمل لك التهاب رئوي هنسميه نيومونيا. إذا أنا عاوز أقول لك في النهاية إنه صحيح هذه البكتيريا الستريبتوكوكاي بتهاجم الجهاز التنفسي بشكل شائع، وصحيح ان الستافيلوكوكاي بتهاجم الجلد بشكل شائع، ولكن ممكن كمان كل واحده منهم تصل الى الدم، تنتشر مع الدم، تذهب الى اماكن اخرى وتؤذيك في اماكن اخرى. فاما تصل الى القلب تعمل لك اندوكاردايتس، اما تصل الى الدماغ تعمل لك التهاب سحايا الدماغ مينينجايتس او الحمى الشوكيه بنسميها، تصل الى الى نخاع العظام فبتعمل حاجه بنسميها التهاب نخاع العظام، تصل للرئتين فبتعمل التهاب رئوي حاد بنسميه النيومونيا. طيب الشيء الآخر حتى أكون أنهيت هذول النوعين من البكتيريا، الستريبتوكوكاي تتميز بشيء آخر، تستطيع الستريبتوكوكاي أن تعمل لك مرض آخر اسمه روماتيك فيفر، الحمى الروماتيزمية، والآلية بالشكل التالي:
اعتبره 1 2 3 4 5 اللي هي 6 ريوماتيك فيفر، الحمى الروماتيزمية. طيب الموضوع بالشكل التالي، هذه البكتيريا الستريبتوكوكاي تحتوي في جدارها على بروتين غريب بنسميه الام بروتين، موجود في الجدار. طيب هذا بيسمى انتيجينيك او يوصف بانه انتيجينيك، يعني محرض لتكون اجسام مضاده، بيعتبره جسمنا وبيعتبره جهازنا المناعي على انه شيء غريب. فجهازك المناعي حتلاقيه يبدا يصدر وينتج اجسام مضاده انتيباديز ضد من؟ ضد هذا الام بروتين. طيب الصدفة والمشكلة ليست في أنه جهاز المناعي يهاجم البكتيريا، بالعكس هذا شيء مفيد، ولكن المشكلة أن هذه الأجسام المضادة تهاجم أشياء في جسمك تشبه الامبروتين، لأنه عندنا في جسمنا بروتينات تشبه هذا البروتين تماما. طيب فين موجودة؟ موجودة مثلا في القلب أو في صمامات القلب هذا الامبروتين أو ما يشبهه، موجودة كمان في المفاصل، موجودة أيضا في الجلد في السكن، موجودة أيضا في الدماغ. فأنا عاوز أقول لك أنه ممكن هذه الأجسام المضادة بدل ما تهاجم البكتيريا ممكن تبدأ تهاجم أشياء في جسم الإنسان، صمامات القلب اللي هو الهارت فالفز، المفاصل هي الجوينتس، الدماغ البرين، وكذلك ممكن تهاجم الجلد أو ما تحت الجلد، فتعمل لك 4 يمكن أعراض رئيسية بنسميها مع بعض الحمى الروماتيزمية الروماتيك فيفر. ممكن تعمل لك كارديتس التهاب القلب، ممكن تعمل لك joint inflammation ومشاكل في المفاصل، ممكن تعمل لك أيضا تحت الجلد يعني nodules اللي هي انتفاخات تحت الجلد مزعجة، وممكن كمان تهاجم الدماغ وتعمل لك حتى حركات لا إرادية زي الكوريا وأشياء زي كذا. هذا كله احنا بنسميه الحمى الروماتيزمية، ولو حصل في القلب احنا ممكن كمان نسميه روماتيزم القلب. طبعا هذا الشيء خطير. وأنا ايش عاوز أوصل؟ أنا عاوز أوصل لو أنت مصاب بالستريبتوكوكس او الستافلوكوكس، يعني لو عندك التهاب تنفسي بسبب هذه البكتيريا، او عندك التهاب في الجلد بسبب هذه البكتيريا، او عندك التهاب قلب هذه البكتيريا، او التهاب في الدماغ بسبب هذه البكتيريا، او التهاب في نخاع العظام، او التهاب رئوي، او حتى عندك روماتيك فيفر، ممكن اعطيك البنسلينات. انت بس قد يخطر على بالك سؤال او سؤالين في هذا الكلام. السؤال الاول حتقول يا دكتور ما الفرق بين هذا التهاب القلب الاندوكاردايتس وما الفرق ما بين الحمى الروماتيزمية وروماتيزم القلب؟ الفرق الاندوكاردايتس البكتيريا هي من تهاجم القلب، فأسميه infective endocarditis أو bacterial endocarditis. في روماتيزم القلب لا، البكتيريا هي موجودة في البلعوم، لكن جهاز المناعة أنتج أجسام مضادة، قامت أجسام مضادة بمهاجمة صمامات القلب لأن هناك بروتين يشبه الامبروتين تبع البكتيريا، فهنا بنسميه روماتيزم القلب. شيء ثاني هتقول الروماتيك فيفر، لماذا نعطي هذه الأدوية في الروماتيك فيفر وعدونا هو جهاز المناعة والأجسام المضادة، هو اللي بيهاجمنا الأجسام المضادة؟ هنقول لك بالشكل التالي، من الذي أغضب جهاز المناعة ومن الذي يحرض جهاز المناعة على إنتاج المزيد والمزيد من الأجسام المضادة؟ البكتيريا. لذلك لو أنت مصاب بحمى روماتيزمية وعندك هذه البكتيريا عملت هذه الإشكالية الكبيرة، إحنا لازم نقضي على هذه البكتيريا لأنه هي من تغضب وتثير جهاز المناعة، بالإضافة طبعا لإضافة أدوية مثبطة للمناعة زي الكورتيكوستيرويدز أو غيرها. طيب خلي الكلام كله هذا في بالك حتى نعرف متى نستخدم هذه البنسلينات الطبيعية. طيب الشيء الثاني أنا عاوز أضيف لك ملاحظة مهمة، ليش إحنا مركزين كثيرا على الستريبتوكوكاي والستافلوكوكاي، المكورات العقدية والمكورات العنقودية، لماذا الحديث عنها يكثر؟ لأنه الحقيقة هي موجودة أصلا على جسمنا، هذه في الجهاز التنفسي وهذه على الجلد، وربما حتى بعضها حتى في الجهاز التنفسي. فلذلك لازم تعرف أنه هذه البكتيريا موجودة في الجسم كومنسال متعايشة، وكثيرا ما تقلب علينا أو تخوننا خلينا نقول، وبالتالي تهاجمنا بشكل شرس، فبالتالي الحقيقة أمراضها كثيرة في جسم الإنسان، فلازم تعرف أنه ممكن نستهدف عن طريق البنسلينات. طيب ننتقل إلى الباسيلاي اللي هي العصويات موجبة الجرام. العصويات موجبة الجرام التي تستهدف البنسلينات، في عندك نوع مثلا اسمه الباسيلس أنثراسز، وكمان في عندك نوع اسمه الكوريني بكتيريام ديفتريام. يعني عاوز أقول لك إيش؟ إنه لو عندك إصابة بهذه البكتيريا أو بهذه البكتيريا ممكن أعطيك البنسلينات الطبيعية سواء البنسلين جي أو البنسلين في. الفرق بينهم حتى نتعرف عليهم قليلا قليلا، طبعا احنا في المضادات الحيوية لازم نتعرف على أهم أسماء البكتيريا الأهم فقط، ونعرف ما هي الأمراض التي تسببها وربما نبذة بسيطة عن كل مرض. طيب نبدأ بالكوراني بكتيريام ديفتريا، من اسمها واضح أنها بتسبب مرض اسمه الديفتريا، والديفتريا الحقيقة
تستطيع أن تؤدي في النهاية إلى تشكل أغشية رمادية في الحلق. طبعا هذه الأغشية الرمادية في الحلق ممكن تعيق التنفس وخصوصا عند الطفل الوليد أو الطفل الصغير، وقد تؤدي إلى اختناق هذا الطفل الصغير، فإحنا بنسمي هذا المرض بالعربي مرض الخناق. إذا بتعمل مرض الدفثيريا والذي يسمى بمرض الخناق. طيب الشيء الثاني، المرض هذا الحقيقة يمكن تعرف أنه نادر شوية، لا نسمع الآن كثيرا عن مرض الدفثيريا أو أنه أحد مننا مصاب بمرض الدفثيريا. لو فيه حنعطي هذه البنسلينات أو حنعطي مثلا دواء زي الإرثروميسين اللي هو يعتبر الحقيقة أشهر في هذا المرض. لكن ليش مش مشهور؟ خلي أعطيك المعلومة التالية، هناك لقاح ثلاثي مشهور، هناك لقاح خماسي اسمه اللقاح الثلاثي DPT vaccine. طيب ما هي كلمة DPT؟ هي اختصار لكلمة D يعني دفثيريا، P يعني pertussis، وpertussis معناها السعال الديكي للعلم، اللي هو نفسه الووبينج كوف، ووبينج كوف، والتي اللي هو التيتانوس الكزازي الوليدي. يعني الآن في عندك لقاح يعطى الأطفال اللي هو حديثي الولادة اسمه لقاح الثلاثي DPT، أو في هناك لقاح خماسي كمان موجود في نفس اللقاحات الثلاثة. لو الإنسان هذا لم يتلقاه جيدا وأصيب بمرض الدفثيريا وتشكلت عنده أغشية رمادية في الحلق ولا يستطيع التنفس، حنعطيه دواء زي البنسلينات، وأيضا ممكن نعطيه الإريثروميسين الذي يعتبر أشهر وهو ليس من عائلة البنسلينات. طيب الشيء الثاني، في ايضا باسيلس انثراسيس بتعمل لك مرض بيسمى مرض الانثراكس اللي هو الجمره الخبيثه. طبعا هذا مرض نادر جدا، هذه البكتيريا بتهاجم الحيوانات اكثر، موجوده في التربه وفي اماكن معينه متفرقه من العالم، وممكن تصيب بعض الحيوانات لكن قد ينتقل الى البشر اذا تم التلامس مع هذه الحيوانات المصابه، او اذا تم تناول الاندر كوكد ميت يعني لحم غير مطهو جيدا ومصاب هذا الحيوان بهذه البكتيريا فقد تصاب انت به. طيب ماذا حيفعل لك هذا المرض ولماذا نسمي المرض بالجمرة الخبيثة؟ يسمى بالجمرة الخبيثة، أصلا كلمة أنثراكس تعني كول أو فحم، لأنه حيعمل لك بقع جلدية سوداء تشبه الفحم، وبالتالي إحنا بنسمي المرض هذا الجمرة الخبيثة. ولماذا نسميه الخبيثة بالعربي؟ لأنه الحقيقة ينتشر بعد ذلك إلى أماكن متعددة في الجسم، إذا لا تقتصر المشكلة على بقع سوداء في الجلد، تنتقل البكتيريا إلى أماكن كثيرة وتعمل لك مشاكل كبيرة قد تؤدي إلى الموت. كان له الحقيقة ضجة في العام 2001، لماذا؟ لأنه في هذا العام كان هناك بعض ناس أو بعض ما يسمون بالإرهابيين يعني في بعض قنوات الإعلام، حطوا البكتيريا في ظرف وأرسلوا إلى البيت الأبيض. في البيت الأبيض فتحوا هذا الظرف، خرجت البكتيريا التي كانت موجودة في الظرف، قتلت حوالي 5 من عاملي البيت الأبيض وأمرضت حوالي 17. هذول ال 17 طبعا تعالجوا بالأدوية المضادة الحيوية وتشافوا، فكانت يعني بداية لما يسمى لحرب بيولوجية. بدأ الإعلام حتى يتحدث عن ما يسمى بالحرب البيولوجية والأسلحة البيولوجية البيولوجيكال ويبنز، بمعنى أنه تجي مثلا دولة تلقي الكثير من الفيروسات أو البكتيريا على دولة أخرى. ولازم نعرف أن مرض الدفثيريا مرض نادر بسبب التلقيح، ومرض الجمرة الخبيثة أيضا مرض نادر وتهاجم الحيوانات بشكل أساسي. إذا اللي حيصاب بالجمرة الخبيثة أو حيصاب بالخناق أو حيصاب بأمراض هذه البكتيريا حنعطيه بنسلينات طبيعية، ولكن عاوز أكون واضح وصريح، اللي حيصاب بالدفثيريا الإريثروميسين أحسن هو الفيرست تشويس، واللي حيصاب بالأنثراكس ممكن نعطيه كمان الدوكسيسايكلين أيضا حيكون دواء مناسب، كمان حتى السبروفلوكساسين أيضا بيعتبر أيضا دواء مناسب. طيب ننتقل إلى النيسيريا، فيها نوعين، في نيسيريا بنسميها نيسيريا غونوريا يعني نيسيريا غونوريا، وفي نيسيريا بنسميها مننجايتيدس. طيب انت هتقول لي طيب ما هو الفرق بين النيسيريا غونوريا والنيسيريا مننجايتيدس؟ من الاسم، النيسيريا غونوريا ممكن تعمل لك مرض الغونوريا اللي هو السيلان، وانا قلت لك السيلان هو مرض ينتقل عن طريق الجنس. أيضا كلمتك قبل قليل أنه حتى البنسلينات إيش سبب شهرتها، والعالم ألكسندر فليمنج لماذا اشتهر بهذا الشكل ولماذا فعل له تماثيل في كثير من بلدان أوروبا؟ لأنه الحقيقة استطاع أن يعالج مرض الغونوريا اللي هو السيلان الذي كان يصيب المسالك التناسلية ويؤدي إلى التهاب وحرقة أثناء التبول عند الذكور ويؤدي إلى إفرازات سائلة من الإناث، فحتى هذه إفرازات السائلة هي اللي خلتنا نسمي هذا المرض مرض السيلان بالعربي. طيب ليس مرض خطير أو كذا، ولكنه طبعا يؤدي إلى إزعاج كبير في الجهاز التناسلي عند الذكر وعند الأنثى، وينتقل بسهولة عن طريق ممارسة الجنس بين الذكر والأنثى، وخاصة لو في علاقة جنسية غير مشروعة، فهذا هو أحد الأمراض اللي بنسميها STD
STD معناها sexually transmitted disease أو sex transmitted disease من الأمراض المنتقلة عن طريق الجنس، لأنه السبب أو سبب هذا المرض هي هذه البكتيريا التي تستطيع البنسلين الطبيعي القضاء عليها، فممكن أعطيك بنسلين طبيعي للقضاء على الجونوريا. طيب ولكن عاوز أكون واضح وصريح، صحيح البنسلين تستطيع القضاء على الجونوريا، ولكن أفضل دواء ربما في العالم للقضاء على الجونوريا هو السيفترياكسون من سيفالوسبورينات الجيل الثالث، سنأتي له في المحاضرة القادمة إن شاء الله. هو أفضل دواء في علاج الجونوريا، وخصوصا إذا أضيف له دواء اسمه الأزيثروميسين. حتى مثلا أحد الجرعات العلاجية المستخدمة ممكن أعطي المريض 500 ميلي جرام سيفترياكسون في العضل سينجل دوز جرعة واحدة فقط، وأضيف إلى ذلك أزيثروميسين عن طريق الفم 1 جرام يعني حبتين فقط سينجل دوز للقضاء على مرض الجونوريا تماما. إذا تعطي 500 ميلي جرام حقنة عضل سينجل دوز، تعطي كمان بعد ذلك حبتين أزيثروميسين أبو 500 إجمالي 1 جرام، بحيث أيضا نقضي على المرض بشكل كامل وبسنجل دوز. في كمان نيسيريا مننجايتيدس التي من اسمها بتعمل التهاب السحايا أحيانا، وبالتالي هذا حتعمل لك مننجايتيدس. فلذلك لازم تعرف أنه لو البكتيريا هذه عملتك مننجايتيدس أنا ممكن أعطيك بنسلين طبيعية، سواء البنسلين جي أو البنسلين في. ولكن عاوز أقول لك إذا ملاحظة، أشهر دواء في علاج المننجايتيدس أيضا هو السيفترياكسون، أيضا السيفترياكسون وكذلك السيفوتاكسين، هذا يمكن تكون أشهر في علاج التهاب السحايا وخاصة عند كبار العمر. ربما لو كان الطفل صغيرا أو حديث الولادة قد نعطي بنسلينات زي البنسلين جي، ولكن إذا كان الإنسان أضلت كان شخص كبير سنفضل في العادة السيفوتاكسين أو السيفترياكسون. طيب يبقى معك الآن أتيبيك البكتيريا. الحقيقة البنسلينات قلت لك لا تشتغل في البكتيريا السالبة إلا على نيسيريا فقط، ولا تشتغل على الأتيبيك البكتيريا إلا على بكتيريا واحدة بنسميها تريبونيما باليدم. تريبونيما باليدم طبعا لازم تعرف أنه أي بكتيريا لا نستطيع أن نوصفها بأنها موجبة أو سالبة بنسميها لا نمطية أتيبيكال. فهناك بكتيريا أتيبيكال بنسميها تريبونيما باليدم بتعمل لك مرض اسمه الزهري أو السيفيلس. أيضا هذا مرض ينتقل عن طريق الجنس زي الجونوريا زي السيلان، ولكن بنسميه الزهري. طيب ما هو السيفيلس الزهري؟ الزهري بيصيب المسالك التناسلية عند الذكر وعند الأنثى، بتكون في بقعة واحدة غير مؤلمة، ومن ثم ممكن تنتشر إلى الجسم بشكل طفح جلدي وخاصة في اليدين في القدمين وحتى في الترنك حتى في الجذر. ممكن كمان تعمل نوجولز، ممكن لو ساءت الحالة تذهب إلى الدماغ تذهب إلى القلب تعمل لك مشاكل كبيرة. أيضا ممكن هذا لو كان في مرأة حامل موجود البكتيريا مثلا عندها في المسالك التناسلية وولد الطفل وأصاب الطفل، ممكن هذا الطفل فيما بعد يصاب بصمم، يحصل له ديفورميتيز في الأنف في الفم، تحصل له أيضا بعض المشاكل، والبعض قد يموت وإن كان نادر. فالمرض الحقيقة ينتقل عن طريق الجنس وهو أخطر من الجونوريا وعنده بعض المشاكل وخاصة في المرأة الحامل إذا وصل إلى الطفل. طيب هذا المرض اللي هو السيفيلس أو الزهري إحنا ممكن نعالجه بهذه الأدوية، وهذا فعلا ما يحدث. أفضل دواء في العالم في علاج السيفيلس هو البنزاتين بنسلين اللي هي الحقنة الشهرية وبحقنة واحدة فقط في العضل، نقضي على السيفيلس بشكل جيد وخاصة لو كان في المراحل الأولى والمتوسطة منه. طيب إحنا كذا عرفنا ما هي البكتيريا التي تقضي على البنسلين الطبيعية، وننتقل الآن إلى موضوع آخر اللي هو موضوع الاستخدامات الدوائية لهذه البنسلينات. ننتقل الآن الحقيقة لاستخدامات البنسلينات الطبيعية اللي هي uses of natural penicillins. لاحظ ما زلنا نتحدث عن البنسلينات الطبيعية حتى الآن، لم ندخل في البنسلينات نصف الصناعية ولها حديث في محاضرة قادمة، لم نتحدث عن الأموكسيسيلين والأمبسيلين، هذا موضوع آخر اسمها أو يندرج تحت موضوع البنسلينات نصف الصناعية. طيب نشوف الآن البنسلينات الطبيعية اللي هي natural penicillins. في عندك كما قلنا بنسلين بنسميه البنسلين جي، وفي عندك بنسلين بنسميها البنسلين في، وقلت لك طبعا البنسلين جي يسمى ايضا بنزيل بنسلين، والبنسلين في قد يطلق عليه في بعض الكتب فينوكسي ميثيل بنسلين، وفي عندك كمان البروكاين بنسلين والبنزاثين بنسلين. واذكرك انه البروكاين بنسلين والبنزاثين بنسلين هم المادة العلمية هي نفس البنسلين جي، يعني ممكن تسمي البروكاين بنسلين بروكاين بنسلين جي، والبنزاثين بنسلين بنسمي بنزاثين بنسلين جي، لكن هذولا فقط مطولة المفعول وتعطى عن طريق العضل كما قلنا سابقا. طيب البنسلين جي إذا عاوزين نشوف استخداماته هتلاقيه الحقيقة هو دواء يعطى عن طريق الوريد وهو قوي كما قلنا. لما قلت لك في المقارنة ما بين البنسلين جي والبنسلين في اللي اكتشفها العالم ألكساندر فليمينغ، قلت لك البنسلين جي يتميز بأنه هو الأقوى
ولكنه للأسف لا يعطى عن طريق الفم فنعطي حقنا وريديا. طيب دواء قوي ودواء يعطى وريديا، تذكر أنه كمان قصير شورت، يعني بيشتغل من 4 إلى 6 ساعات. طيب بهذه المواصفات إيش الخمسة الاستخدامات اللي ممكن نعطيه فيها؟ دواء قوي وقصير ومزعج، لأنه مثلا إيش أنت محتاج تعطيه وريديا كل 4 إلى 6 ساعات، فلازم ممرضة تبقى مع هذا المريض حالة شديدة، بحيث الممرضة تعطيه الحقنة كل 4 ساعات أو كل 6 ساعات. الموضوع مزعج حتى في الليل كل 4 ساعات. طيب الاستخدامات الحقيقة هي الاستخدامات الخمسة الخطيرة من الكلام الذي قلناها قبل قليل. يعني من من الأمراض السابقة التي ذكرناها عندما تحدثنا عن طيف البنسلينات، من من هذه الأمراض يحتاج إلى دواء وريدي كل 4 ساعات؟ كل 4 ساعات مثلا مرض زي المينينجايتس. مش أنا قلت لك إنه في التهاب السحايا ممكن بكتيريا الستريبتوكوكاي أو الستافيلوكوكاي سواء اللي في الحلق أو التي على الجلد ممكن تصل إلى الدم وتنتشر إلى الدماغ وتعمل لك التهاب سحايا. حتى كمان قلت لك في بكتيريا اسمها نيسيريا مينينجايتيس، قد اسمها مينينجايتيس، فبالتالي ممكن تذهب إلى الدماغ وتعمل لك مينينجايتيس. طيب ما دام كل هذه البكتيريا ممكن تهاجم الدماغ وهذه حالة خطيرة، ممكن أعطيك البنسلين جي وريديا ولو كل 4 إلى 6 ساعات. ممكن كمان في موضوع القلب اللي هو الإندوكاردايتيس، اللي هو التهاب شغاف القلب البكتيري، البكتيريا مثلا تذهب الى الصمامات وتهاجم صمامات القلب، فاسمي الحاله انفكتيف اندوكاردايتس، حاله خطيره هذه، وبالتالي نتدخل باعطاء الدواء وريديا وبشكل سريع في علاج الاكيوت اندوكاردايتس او السب اكيوت اندوكاردايتس. طيب الشيء الاخر، ممكن كمان نعطيك او نعطي هذه الادويه في علاج ما يسمى بالروماتيك فيفر. مش قلت لك في الحمى الروماتيزميه ما يحدث هو انه هذه البكتيريا اللي اسمها ستريبتوكوكاي تحتوي على سطحها على بروتين اسمه ام بروتين، وهذا الام بروتين يشبه بروتينات موجوده في المفاصل وفي صمامات القلب او في القلب وفي الجلد وكذلك في الدماغ، فجهاز المناعه بدل ان يعلن المعركه فقط ضد البكتيريا ممكن يعمل اجسام مضاده غير دقيقه تهاجم البكتيريا وتهاجم ايضا الاشياء الاخرى في جسم الانسان، فتؤدي الى امراض خطيره في القلب في الدماغ وهكذا، نسميه الحمى الروماتيزمية. في هذه الحالة أنا قلت لك لازم تعطي دوائين، لازم تستأذف البكتيريا لأنه هي أصل المشكلة بإعطاء هذه الأدوية زي البنسلين جي وريديا، ولازم كمان تعطي مثبط المناعة immunosuppressant drug زي الكورتيكوستيرويدز عشان تحاول تخفض المناعة وتهدئ رد الفعل المناعي ضد هذه البكتيريا. طيب بس هنا أضيف لك حاجة واحدة اسمها أكيوت، يعني لو الحالة شديدة وحادة حنعطيك البنسلين جي وريديا في المستشفى. طيب من الأمراض الخطيرة السابقة اللي هو مرض الدفتريا، مش قلت لك في بكتيريا اسمها كوريني بكتيريوم ديفثريا، من البكتيريا اللي هي موجبة الجرام العصوية اللي بتعمل لك مرض الخناق، تعمل أغشية رمادية في الحلق، تصاحب التنفس. في هذه الحالة ممكن أعطيك البنسلين جي، ولكن أوضح أنه كمان إريترومايسين ربما أشهر وهو الفيرست تشويس. كمان مرض الجمرة الخبيثة اللي هو الأنثراكس كما تعرف ممكن يؤدي إلى يعني أمراض خطيرة وقد يؤدي إلى الموت في حالات كثيرة إذا لم يعالج المريض ولو أنه المرض نادر. في هذه الحالة طبعا ممكن أعطيك البنسلين جي وريديا، وممكن كمان أعطيك أدوية زي السيبروفلوكساسين، السيبروفلوكساسين ربما هو الأشهر وريديا. طيب البنسلين في إيش حكايته؟ أنا قلت لك أنه هذا يعطى عن طريق الفم أورال، وقلت لك عليه انه الحقيقه اضعف شوي ويكر من مقارنه بالبنسلين جي، يعتبر اضعف شوي لكنه عن طريق الفم، لذلك الحقيقه حتلاقي استخداماته لانه اضعف قليلا استخداماته قليله. طيب انا حاعطيك اهم استخدامين بس قارنه لي مع البنزاتين بنسلين جي اللي هو يعتبر يعطى حقنه كل 3 اسابيع، وما دام كل 3 اسابيع احنا بنعتبره فيري سلو بطيء جدا جدا، لانه تتخيل معايا الدواء يعني معناه لما يشتغل كل 3 أسابيع إيش معناها؟ معناها أنه الدواء يحقن في العضل، تذوب المادة الفعالة بالتدريج، تحرر المادة الفعالة، تصل إلى الدم بالتدريج، هذا الموضوع بيأخذ وقت، وما دام بيأخذ وقت حتى تعمل المادة بشكل جيد فاعتبره دواء بطيء وهذه مشكلة. طيب هذه مشكلة. طيب الشيء الثاني، إذا هذا الدواء اعتبره أنت ضعيف weak، وهذا الدواء اعتبره أيضا slow ضعيف، لذلك هتلقاهم يجمعهم استخدام واحد. الاستخدام الواحد اللي يجمع الدواء الضعيف والدواء البطيء هو الوقاية من الحمى الروماتيزمية. هتقول لي إيش معنى الكلام؟ مش الحمى الروماتيزمية بيكون فيها جهاز المناعة بيهاجم أشياء في الجسم منها القلب منها المفاصل؟ طيب أنت عارف إنه الآن إحنا أنقذنا المريض والحمد لله، مثلا عالجناه بالبنسلين جي وقضينا على البكتيريا وانتهت المشكلة، بعد فترة ممكن تدخل البكتيريا مرة أخرى الستريبتوكوكاس وتعمل لك التهاب حلقي وجهاز المناعة مرة أخرى يهاجم هذه البكتيريا ويهاجم أجزاء الجسم المختلفة كما قلنا، لأنه حينتج أجسام مضادة تهاجم هذه الأعضاء.
طيب قد يموت فيها المريض هذه المرة، أنت ممكن تلحقه مرة بس مش هتلحقه المرة الثانية، وبالتالي لازم تعمل له وقاية دائمة، مثلا شيء لعدة سنوات. فممكن أعطيك إبرة أو حقنة شهرية عضل بنزاثين بنسلينجي، أو إذا أنت مش عاوز الحقن حاعطيك أنا دواء فموي مثلا حبة الصباح أو حبة الصباح وحبة المساء من البنسلين في على مدى السنوات. إذا هذا الاستخدام حنسميه بروفيلاكسيس. طيب أجينست روماتيك فيفر اللي هو الوقاية من الحمى الروماتيزمية، إذا ممكن نستخدمه نفس الاستخدام في البروفيلاكسيس أجينست روماتيك فيفر الحمى الروماتيزمية. إذا في الأكيوت روماتيك فيفر حتعطي البنسلين جي وريديا، رجع على البيت انتقلق عليه ليحصل له مرض مرة أخرى بنفس الطريقة ويتم الهجوم على القلب والمفاصل ويروح فيها، حتمشي المريض على دواء بنزاثين بنسلين حقنة كل 3 أسابيع أو كل شهر مرة لعدة سنوات، أو حتعطيه البنسلين في إذا لم يتقبل الحقن، حتكون مثلا إبرة أو حبة الصباح حبة المساء أو حبة واحدة في اليوم على مدار سنوات. طيب كده احنا انتهينا من هذه النقطة. النقطة الثانية، كل واحد فيهم له استخدام خاص به. أنا قلت لك البنزاثين بنسلين يستخدم أيضا، إذا هذا واحد. استخدامه الثاني في علاج السيفلس الزهري، وأنا قلت لك في الزهري في بكتيريا اسمها تريبونيما باليدم من البكتيريا اللانمطية الأتيبيك البكتيريا، واللي قلت لك بيبدأ الهجوم أول شيء على المسالك التناسلية بقعة غير مؤلمة، وبعدين ينتشر بشكل طفح جلدي وقد يصل في النهاية إلى القلب إلى الدماغ ويعمل لك مشاكل كثيرة وخاصة مناعتك قليلة. طيب وطبعا لو هو موجود في المرأة وانتقل إلى الطفل ممكن يعمل له مشاكل قد تؤدي إلى الصمم وقد تؤدي إلى ديفورميتيز في الأنف أو في الفم أو مشاكل أخرى. طيب في هذه الحالة احنا ممكن نعطي المريض حقنة واحدة من بنزاثين بنسلين جي وهو الدواء الأمثل والأفضل في هذه الحالة ويكفي سينجل دوز. البنسلين في المقابل له استخدام ثاني في علاج التونسيلايتس، في كتب كثيرة بتعتبره من أفضل أدوية التهاب اللوز اللي هو التونسيلايتس، وهنا لازم أقول أنه كمان الأموكسيسيلين من الأدوية الشهيرة في علاج التونسيلايتس. إذا فلنعتبر أنه عندك خيارين في علاج التهاب اللوز، ممكن تعطي البنسلين في ممكن تعطي الأموكسيسيلين، ومع ذلك حاليا يعتبر الأموكسيسيلين وهو بنسلين نصف صناعي ربما أكثر شهرة من البنسلين في علاج التهاب اللوز اللي بنسميه التونسيلايتس. طيب احنا كده خلصنا استخدامات البنسلينات. الان بعد ما اخذنا استخدامات البنسلين جي وقلنا انه وريدي وسريع ويعطى كل 4 إلى 6 ساعات وبالتالي نستخدمه في الحالات الشديدة اللي ذكرناها الخمس، بعد ان قلنا انه البنسلين في والبنزاثين بنسلين جي كل واحد معه مشكلة هذا لتسهيل الحفظ، البنسلين في يعتبر اضعف قليلا، البنزاثين بنسلين جي هو نفس البنسلين جي ولكنه بطيء لانه يعطى حقنة تتحرر هذه الحقنة في العضل على مدار 3 أسابيع، فهذا التحرر البطيء والتدريجي يضعف من تأثير الدواء. باقي مع البروكاين بنسلين جي حتى نكون انهينا استخدامات البنسلينات الطبيعية وننتقل بعدين البنسلينات نصف الصناعية. طيب البروكاين بنسلين جي انت اعتبره دواء متوسط، ليش متوسط؟ لانه الحقيقة هو يعطى مرة أو مرتين في اليوم، فتحرره أبطأ من البنسلين جي وبالتالي هو أضعف قليلا في التأثير، ولكن ليس ببطء البنزاثين بنسلين جي وبالتالي هو أقوى قليلا، فاعتبره أنت في الوسط ما بين الدواء الوريدي وما بين الحقنة العضلية التي تعطى كل شهر مرة أو كل 3 أسابيع مرة. طيب ما هي استخداماته؟ اعتبر الحالات المتوسطة، إيش الأشياء السابقة اللي ذكرناها قبل قليل اللي ممكن تكون أشياء متوسطة يجوز فيها استخدام بروكاين بنسلين جي؟ ممكن في الأمراض المنتقلة عن طريق الجنس اللي ذكرناها، سواء كان الجونوريا اللي هو السيلان أو حتى مرض السيفيلس اللي هو الزهري. في كلا الحالتين بروكاين بنسلين جي خيار معقول الحقيقة، هذه الأمراض متوسطة ليست خطيرة أو مثلا إمرجنسي أو سيفير وليست خفيفة، فهي أشياء متوسطة ممكن نعطي فيها الدواء المتوسط اللي هو البروكاين بنسلين. ولكن أكرر في الجنوريا في السيلان الدواء الأفضل هو السيفترياكسون كما قلنا 500 ميليغرام في العضل مع حبتين أزيثروميسين سينجل دوز مرة واحدة عن طريق الفم، انتهينا من الجنوريا. بالنسبة للسيفيلس من قلت لك أفضل دواء يعتبر البنزاثين بنسلين جي يعتبر أفضل حقنة واحدة في العضل كافية للقضاء على مرض الزهري أو السيفيلس وخاصة لما يكون في المراحل المتوسطة والخفيفة. طيب يبقى استخدام آخر للبروكاين بنسلين جي، ممكن استخدمه الحقيقة في استخدام ركز لي عليه. انت عارف انت مثلا لو جاك مريض عنده مشاكل في القلب يعني عنده صمامات صناعية شيبة مثلا أو كبير في السن وعنده valvular heart disease مشاكل صمامات أو عنده صمامات صناعية artificial valves،
أو أنه أصيب سابقاً بإندوكاردايتس، يعني البكتيريا هذه سواء سيبتوكوكس أو ستافيلوكوكس وصلت إلى القلب، عملت له سب أكيوت إندوكاردايتس أو أكيوت إندوكاردايتس، التهاب شغاف قلب حاد أو تحت حاد، جاك هذا المريض طبعاً للعيادة وطلب منك تعمل له عملية صغرى في الأسنان، عملية معينة ماينر سيرجريز فيها دم وفيها فتح في اللثة. أنت إيش خوفك أنت كطبيب معالج كطبيب أسنان؟ إيش خوفك؟ خوفك أنك عندما تقوم بهذه العملية الصغرى، ليست مجرد طبعا خلع سن أو خلع سنين، لا، عملية صغرى فيها دم كثير، أنت بتخاف أنك تفتح المجال للبكتيريا تدخل وتذهب إلى القلب، سواء الموجودة في الفم سواء ستريبتوكوكس أو حتى في شوية ستافيلوكوكس، تدخل إلى الدم، إلى تيار الدم للبلاد ستريم، تصل إلى القلب، تعمل له مشكلة، وخصوصا أنه عنده صمامات صناعية أو عنده التهاب قلب سابق في القلب، فتخاف يحصل له مشكلة. طيب ما هو الأفضل في هذه الحالة؟ قبل أن تجري له العملية الصغرى تطلب منه أن يأخذ بروكاين بنسلين ثم يأتي إليك لكي تقوم بالعملية، بحيث أنه يكون الدواء موجود الآن في دم المريض، تشتغل على المريض، إذا دخلت البكتيريا عن طريق العملية ممكن يكون الدواء في الدم يقضي عليها مباشرة. طيب خلي هذا الكلام في بالك، بس كيف سنقوله باللغة الإنجليزية؟ سنقول الوقاية prophylaxis against endocarditis، يعني الوقاية من التهاب القلب اللي هو الإندوكارديتس، متى؟ before some dental procedures أو some dental minor surgeries، قبل بعض العمليات الصغرى اللي هي السنية، ليس مجرد خلع سن أو خلع شيء بسيط، لا، عملية فيها دم. طيب من يعرف إيش هذه العمليات؟ يعرفوها طبعا أطباء الأسنان، بتكون في لستة بيعرفوها إيش العمليات اللي لازم قبلها يعطوا مضاد حيوي إذا كان الإنسان الذي أمامهم مصاب بمشاكل قلبية سابقة أو مصاب أو عنده صمامات صناعية. طيب كيف نكتبها مع بعض؟ هنكتبها كده prophylaxis الوقاية against endocarditis أو ممكن نقول subacute endocarditis. طيب before قبل بعض العمليات السنية some minor dental surgeries. طيب في أي مريض؟ أم في المريض اللي عنده مشاكل سابقة في القلب؟ في المريض اللي عنده مشاكل سابقة في القلب in patients with إما عنده valvular heart disease، عنده مشاكل في الصمامات، أو عنده صمامات صناعية artificial valves، أو عنده history of infective endocarditis، حصل له سابقا البكتيريا تدخل إليه وتعمل له مشاكل في القلب، يعني history of bacterial endocarditis أو infective endocarditis. طيب التهاب القلب يعني البكتيريا، إذن هذا بالنسبة لاستخدام البروكاين بنسلين. أنهي هذه الفقرة بكلام مهم، حاليا ليس البروكاين بنسلين هو الأفضل في الوقاية لأنه حقن عضلية، إحنا سنفضل في هذه الحالة نعطي أموكسيسيلين اللي هو الدواء أو البنسلين نصف الصناعي 2 جرام، احفظ الجرعة 2 جرام يعني 4 حبات أبو 500 قبل العملية بساعة، تقول له تعالي لو سمحت يا حاج بكرة الساعة 4 مثلا، الساعة 3 قبل ما تجي لعندي تأخذ لي 4 حبات أموكسيسيلين أبو 500 ميلي جرام، يعني إجمالي 2 جرام قبل العملية وخلاص كفاية، وأنا أشتغل على المريض بشكل طبيعي. إذا في مشكلة في الأموكسيسيلين سنعطي الأمبيسيلين كمان 2 جرام قبل العملية الصغرى بحوالي ساعة. طيب هذا كذا نكون خلصنا الاستخدامات تبع البنسلينات الطبيعية. في المحاضرة القادمة إن شاء الله سننتقل للبنسلينات نصف الصناعية ومنها الأموكسيسيلين، وننهي بالآثار الجانبية لعائلة البنسلينات. موفقين إن شاء الله.